لتعرف أكثر على تفاصيل زيارة الرئيس الفلسطيني، ينضم إلينا من تونس ياسر دبابش مراسل الغد. إذا ياسر، أهم ثمار ما حققته هذه الزيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تونس؟ نعم، دعيني أبدأ بأن طائرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قد حطت بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، وكان في استقباله كبار المسؤولين التونسيين وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيد بمراسم استقبال رسمية وعزف للنشيدين الوطني الفلسطيني وكذلك التونسي، واستعرضا حرس الشرف والجيوش الثلاثة. ثمار هذه الزيارة ربما تتمركز وتتمحور حول اطلاع الرئيس قيس سعيد والقيادة التونسية على تطورات القضية الفلسطينية. القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس قامت بيعني وضع الرئيس قيس سعيد بصورة ما يجري من تطورات، من محاولات مستمرة لتهويد القدس، وكذلك من محاولات الاحتلال الإسرائيلي التمدد في الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني الكبير على الأراضي الفلسطينية. كذلك كان هناك محور مهم جدا، وهو تبادل يعني الحديث حول تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية ما بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها أكثر فأكثر. إلى جانب ذلك، كان برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وزير الخارجية الفلسطيني وعدد كبير من المسؤولين، وكذلك الحال من المنتظر والمرتقب أن يفتتح الرئيس محمود عباس في خضم هذه الزيارة الرسمية لتونس مقرا جديدا ومبنى جديدا للسفارة الفلسطينية في تونس. شكرا لك ياسر دبابش، كنت معنا مراسل الغد من تونس.